السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا الطلبه الجديده اللي لسه داخله كليه العلاج الطبيعي اللي تنسيقهم جاب الكليه دي، عايز اكيد في تساؤلات بتدور في دماغهم وفي دماغ ناس كتير، يعني مش هم بس. هل اخصائي العلاج الطبيعي دكتور ولا لا؟ والله دكتور دي جاي من كلمة دكتوراه، دكتور تتقال لأي حد معاه دكتوراه، واحد خريج كلية آداب حقوق تجارة أي كلية حضر دكتوراه إذا هو دكتور. أمال ليه كلمة دكتور اللي بنقولها للدكاترة دي اللي هم لا والله كلمة الدكاترة اللي هم اللي بيكشفوا على المرضى بنقول لهم دكتور يا دكتور يا دكتور، دي مش كلمة صحيحة. ليه بقى؟ لأن هم مش كلهم معاهم دكتوراه، في بعضهم معاه دكتوراه والبعض لا، درجة أكاديمية، شهادة عليا تتاخد بعد ما تدرس بعد الجامعة. وما الخريج كلية الطب البشري اسمه ايه؟ اسمه طبيب، اسمه طبيب بالانجليزي، اسمه فيزيشن، ده المسمى بتاعه. لما بيعمل ماجستير بيبقى طبيب برضه، لما بيعمل دكتوراه يبقى دكتور، دكتوراه او بي اتش دي اسمه دكتور. امال ايه بقى الموضوع ده؟ طب هل اخصائي العلاج الطبيعي طبيب؟ طيب نيجي نشوف يعني ايه طبيب. يعني انسان، شخص معاه مريض، الشخص ده بيخفف عن المريض وبيشفيه. طبعا الشافي هو ربنا، بس الطبيب او الانسان ده بيبقى اداة ربنا بيجري شفاء المريض على يده. طيب اذا الطبيب البشري خريج كلية الطب ده اسمه طبيب، بيوصف للناس ادوية في روشتة، بيعمل لهم عمليات، بيساعدهم انهم يخفوا. واخصائي العلاج الطبيعي نفس الكلام، اخصائي العلاج الطبيعي ماله بيعمل ايه؟ يجي له واحد عنده هيميبليجيا، شلل نصفي، يجي واحد عنده ستيفنس في المفاصل بتاعته، خشونه في المفاصل، بيجي حالات صعبه، مصل ويكنس، مصل امبالانس، بيجي حالات صعبه، بوشر امبالانس، بيجي حالات قوام الشخص نفسه بيبقى مش طبيعي، اطفال ما بتعرفش تمشي، اطفال صغيره، اطفال ما بتعرفش تقعد، اطفال عندها تشوهات، العلاج الطبيعي بيساعدها انها تتغلب على اعاقتها ويخليها تمشي تاني. العلاج الطبيعي اذا بيخفف الناس وبيشفيهم. اخصائي العلاج الطبيعي طبيب. هل زيه زي خريج كلية الطب دكتور يعني؟ دكتور زي خريج كلية الطب، خريج كلية الطب، خريج كلية العلاج الطبيعي، خريج العلاج الطبيعي، خريج الصيدلة، خريج الاسنان، كل دول اطباء. حتى خريج كلية الطب البيطري طبيب برضه، لان هو بيشفي وبيخفف الحيوانات.